لهم البيكربونات. دابا غادي نخوي عليهم الماء سخون. السلام عليكم متابعين ديالي الاعزاء، كيصبحتوا لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير. ما تنساوش لايك الفيديو وتبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء، ومرحبا بكم في هذا النهار، دوزوا معايا النهار، خليكم معايا ان شاء الله في هذا النهار هذا. المهم انا حليت الكاميرا وبديت معكم، اي حاجه درتها غنشاركها معكم، خليكم معايا. هذا المتتبعين ديالي الاعزاء، كما كتشوفوا العطريه سالات لي كامله، ما بقات حتى حاجه د العطريه، شديت هاد الطويصات ديال العطريه كاملين وحليتهم كما كتشوفوا كاملين. غادي نعقمهم بالحكم ان غير كتسالى العطريه ضروري خاصني نغسلهم عاد نعاود ندير فيهم العطريه، ما يمكنش ليا غادي نتسالى العطريه ونزيد العطريه على العطريه وهما موسخين. لا، انا ديما غير كتسالى لي العطريه كنعقمهم بحال هكا. دابا غادي ندير لهم الصابون وندير لهم الماء سخون والبيكربونات باش يتعقموا مزيان ان شاء الله باذن الله. ها هما دابا درتهم هنايا، دابا غادي نخوي عليهم الماء سخون. وهانتوما المتابعين ديالي العزاء، درت لهم الصابون ودرت لهم البيكربونات، دابا غادي نخوي عليهم الماء سخون باش كيتعقموا مزيان. دابا نخليهم يرقدوا شويه عاد نغسلهم باش يرقدوا مزيان وتحيد منهم داك كيكون فيهم هكا ديك العطريه هكا كراقده كاملين. ومن بعد ما نغسلهم عاوتاني يرقدوا مزيان يتعمروا هكا بالماء سخون. من بعد ما نغسلهم عاوتاني نشفهم ان شاء الله ونمسحهم مزيان حتى يتنشفوا عاد ندير فيهم العطريه ديالي. دابا العطريه كلها تسالات هانتوما، المهم غناخد العطريه ان شاء الله وغندير فيهم. وهنا خواتاتي كما كتشوفوا الماكينه راه صبنات، راكم عارفين راه التصبين يوميا ضروري، التصبين دائما التصبين. هنايا غادي نجبد الحوايج من الماكينه عاوتاني باش نطلعهم من السطح. هنا راه درت واحد السبرديله ديالي مازال جديده، راه نقيه زعما ما موسخاش، راه صبنتها على برا، صبنتها على برا مزيان، حتى صبنتها مزيان عاد درتها في وسط الماكينه غير باش تخرج، يعني باش تولي لامعه مزيان، راه ما موسخاش، راه نقيه وصبنتها على برا زعما عاد درتها مع الحوايج. صافي هنايا دابا غادي نمشي نطلع الحوايجات ننشرهم عاوتاني في السطح. والتصبين خلاص راه ما كيساليش، راه يوميا التصبين الحمد لله. بعدا غير اللي كملت الطلانط وساليت كلشي الحمد لله. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، الله يسهل عليكم، وما تنساوش لايك الفيديو وتبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء، وجزاكم الله خير الجزاء. وخلاص العذاب ديال هاد الدروج، يا ربي يعفو عليا شي نهار من هاد الدروج هادو، لان صعابين بزاف فاش كطلعي هكا يا التصبين سخون ثقيل، قلت لكم سخون المهم هي هذيك بحال سخون بحال ثقيل، كطلع التصبين بحال هكا يا ثقيل صعيب صعيب بزاف كيضر الظهر، ولكن ماشي مشكل الصبر، حنا صابرين تيحم الله، الله يفرجها على المسلمين اجمعين يا ربي الحبيب العالي. وخليكم معايا خواتاتي الغاليات ان شاء الله حتى يسالي لا فيديو، وشكرا لكم. هنا راه كنهضر مع الدراري كيطلعوا من السرجم، كنقول لهم دخلوا سدوا السرجم، حيت واحد سميتها مجديخه ولا اللي كتطلع في الحيط، كانت طالعه في الحيط لتحت ديال لاكور ديال الناس اللي تحت منا، وكنقول لهم سدوا السرجم الا تمشي تدخل. صافي دابا هنايا غادي نطلع الحويجات ديالي من بعد ما جبتهم من الماكينه، طلعتهم من السطح باش ننشرهم. وصافي ونهبط عاوتاني للدار ندير الغداء ونكملوا الاشغال ونكملوا المسائل كلشي ديال الصبر الدار. هو الذي يسيرك الى الله، فاذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياه. الإيمان شطر منه شكر وشطر منه صبر، وهذه الحياة إما يوم تتكدر فيه معيشتك ولربما بكت فيه عينك فتحتاج إلى دواء الصبر، أو أنها نعمة حلت بساحتك فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك. ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إنه الصبر، الصبر إكسير الحياة، ومن لا صبر له لا إيمان له. ولذلك الصبر كما قال العلماء له ثلاث منازل: صبر على طاعة الله وهو أشرفها. بعضنا كانت صلاته عظيمة، يتصدق على الفقير وما في جيبه إلا عشرة، أعطى خمسة وأبقى خمسة، تجد فيه. ثم الأجواء في السطح الحمد لله بعدا راه صايب، وداروا له الجليج دابا ولا غزال. هانتوما الحويجة تا هما تنشرو، هبطو عاوتاني ديروا الغدا. بسم الله توكلت على الله، سيدنا محمد رسول الله.
ودابا انا جيت كنغسل هاد الطاسان ديال العطريه من بعد ما رقدو مزيان في الماء السخون وداك البيكربونات يعني تعقمو مزيان بالبيكربونات والصابون. صافي دابا هنا جيت كنغسلهم كندير فيهم الصابون هكايا كاملين للداخل كنغسلهم من الداخل، و الا بقات هكايا شويه ديال العطريه لداخل كنحيدها بداك الراس ديال المعلقه داك النصل ديال المعلقه باش كنحركها الا بقات هكا شي حاجه يابسه لتحت، واخا راه مابقاش يابس حيت اصلا راه سخن في الماء سخون، راكم عارفين الماء سخون الحمد لله كيعقم كلشي وكينقي كلشي. ودائما خاصنا هادو ديال العطريه على الاقل مره في الشهر خاصنا نديرو لهم هاد مره في الشهر شهرين بحال هكا نديرو لهم هاد النيتواياج بحال هكا باش ما كي يعني الا بقاو بزاف واحد المده راه كيتكرفسوا بزاف غير كيتسالاو من العطريه. صافي كان يعني مره كنديروا لهم التعقيم الكبير يعني راه كنمسحوهم خلاص راه ديما كنمسحوهم من الغبره هكايا من برا ومن العطريه اللي كتزل عليهم على برا ضروري، ولكن التعقيم بحال هكا نديروا لهم البيكربونات وداك الشيء واحد المره في الشهر ولا مره في الشهرين راه كافيه. صافي هنا دابا راني كنغسلهم مزيان كنحك ديك اللعيبه ديالهم فاش كنديرهم كنحكها مزيان حتى هي. صافي دابا شفتوا ديك الماء كيفاش هبط موسخ بالعطريه بالخرقوم، راكم عارفين الخرقوم كيدير اللون وداك الشيء. وصافي اخواتاتي دابا غادي نادره كدير واحد الطويجين وانا راني كنغسلها. ايوا صافي كنتعاون انا وبنيتي والله يخلي لكم وليداتكم حتى نتوما ويخلي لكم ربي معز عليكم ويخليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر. الله يسهل عليكم المتتبعين ديالي كاملين المتابعين ديالي، كنتمنى الله سبحانه وتعالى يحقق لكم كاع الامنيات ديالكم. يلا اخواتاتي خليكم مع الفيديو. لكل من يخطئ في حقي او يخطئ في حق اي انسان قد اعفو عنك لوجه الله، لكن لا تطلب مني ان ترجع الى مكانتك التي كنت فيها. اخواتاتي كما كتشوفوا طويصه العطريه ديالي كلشي مغسول كلشي كيشخشخ كلشي كيشعل، هذه ما بغاتش تحيد لها المغطى وسبحان الله العظيم. وشوفوا عرفتوا شحال راه كثر من شهرين ولا 3 شهور وانا كنحاول باش نحيد هذه المغطى هذه وما بغاتش تحيد سبحان الله العظيم. دابا انا حليتها قدامكم وهي تحل، وراه غير قبيله عرفتي راه ما خليت كما درت باش نحلها وما بغاتش. يا ربي تحل كاع العقد ديال المسلمين اجمعين كيف ما تحلت هذه القرعه، يا ربي يا الحبيب تحل العقد اللي عندي والعقد اللي عندكم واللي عنده شي عكوسات، يا ربي يا الحبيب تحلهم كما تحلت هذه القرعه اللي شحال وهي ما بغاتش تحل. دابا هي تحلت يمكن حيت فزات بالماء سخون داكشي علاش تحلات. شتي انا غنعاود دابا نغسلها شويه حيت ما بغاتش تحل. الله اخواتاتي انا الا تعجبت سبحان الله العلي العظيم ما بغاتش كاع تحل. ودابايا دابا راه هي تحلات دابا غنبقى نمسحهم من الداخل هكايا. نمسحهم بحال هكا مزيان نشفهم مزيان من الداخل ومن برا. حتى اخواتاتي باش زوينين هادو ديال العطريه كتمسحيهم من الداخل كتحيد لهم عاود هاد اللعيبات هادو هكايا كتمسحيهم حتى هما مزيان كتنشفيهم هكا شتي هادو كتربطيهم كتنشفو مزيان كيتحيدو كتنشفيهم مزيان من الداخل ومن برا عاد تمسح هاد المغيطة هكايا عاد تاهي تنشفها تعقمها مزيان هكا ميونا باش ميبقاش فيهم الما حيت إلا بقا فيهم الما غيتبقى لاصقة فيهم العطرية. صافي دابا هو كلشي عندي نشف غادي نعمرو عاوتاني مخاد، كاين غير مخاد 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 هادشي اللي عطا الله هاد السيمانة هادي كلها مخاد، كاين غير مخاد. صافي اليوم ندخل دابا حتى تشوفو الشكل النهائي ديال الصالون يا ختي، داكشي رحقو طريقو ونقاوه والنظافة. أجي نهدا جبن تعاوني معايا أجي راني سخطانة سخطانة بالجوع. مشي استوفيت ما ديالك بغيتي توصل لوقت الغداء
كيتحارب مع هاد الخدايا هادوك بحال كيتحارب معاهم. انا بغيت تعمر المخاد خاصك تحارب، صعيب باش تعمرهم، صعاب. Gracias.